السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم ايس كريم بسكوت الاوريو. طلب مني بعد ما عملت بعد ما عملت ايس كريم المانجا الفيديو اللي فات، طلب مني اعمل لهم بسكوت الاوريو اللي هي الايس كريم الاوريو. انا هنا جبت 3 دواكي بسكوت اوريو، وعندي هنا لبن مكثف. بتشتري علبة من السوبر ماركت او من اللبان، او انا عامل ده، انا عاملاه وان شاء الله هنزل لكم فيديو بيه. شايفين ده سمكه، ان شاء الله هنزل لكم فيديو بيه باذن الله، تعرفوا تعملوه في البيت او تشتري علبه اللبن المكثف من عند اللبان او اي سوبر ماركت. وعندي طبعا بنحتاج 400 جرام يعني ربع وشويه كده، حوالي مجين كبار كريمه لباني. انا عندي قشطه لبن، يعني انا برضو ايه بحاول يعني يبقى ايس كريم اقتصادي. من لو موفره حبه قشطه في البيت استعمليهم، او ما عندكيش بتشتري كريمه طبخ اللي هي بتعملي بيها، بيبقى علب تقريبا بتشتري حوالي 400 جرام. يبقى انا عندي قشطه لبن وعندي لبن مكثف، او تشتري كريمه الطبخ، او تشتري علبه لبن مكثف، يعني متوفر عندك بتستعمليه. والبسكوت طبعا زي ما احنا شايفين 3 باكيتات، انا بخليه في قلب الكيس، او ممكن تفتحيه وتضربيه في الكبه بتكسريه. انا بستعمل اي حاجه تكسري بيها زي ما هو في الكيس كده. انا جبت كوبايه كده وببدا ايه اكسر. هو طبعا خفيف بيتكسر معايا بسرعه. بتعملي ال3 اكياس بتكسريهم، طبعا هكسرهم واوريهم لكم. انا كده كسرت ال3 باكيتات بسكوت وهما في قلب الكيس، كسرتهم يعني ما بقوش بودر قوي، نص تكسيره كده يعني، مش كبيره قوي الكسره ولا صغيره رفيعه قوي. بركنهم عشان نعمل الكريمه. طبعا انا عندي هنا بجيب بوله بنزل بالكريمه اللي هي كريمه الطبخ او بالقشطه اللبن. زي ما قلت اللي ما عندوش قشطة لبن يجيب كريمة للطبخ، بيعمل نفس الطريقة. بتربي كريمة الطبخ بيعمل كده، بتكتفيها بيه حبة حلوين. زي ما عملت تخفيكيها حبه حلوين زي ما احنا شايفين قوامها، سواء كريمه الطبخ الطبيخ او كريمه الحلويات او قشطه اللبن، بتخفيكيها كده بتديها حبه حلوه. تفضلي تخفيكيها جامد كده يعني، تضربيها جامد بالمضرب لحد ما تديكي القوام ده. لحد ما بتوصلي للقوام ده بتنزلي عليها باللبن المكثف اللي انت عاملاه، او بتجيبي علبه وتعمليه. ده شكل اللبن المكثف، بتنزلي عليها على الكريمه، بتحطي ذره فانيليا سواء فانيليا باودر او سايله براحتك. انا بحط ذره من فانيليا، وتفضلي تخفقي تاني فيها كده عشان تتجانس مع بعضيها الكريمه مع الحليب المكثف، يتجانسوا كويس. وتفضلي تضربي جامد
قوامها زي ما احنا شايفين. في حاجه برضو ممكن تعمليها لو متوفر عندك عصايه الايس كريم اللي هي بتاعه الستيك او العصايه المبططه اللي هي بتاعه الدكاتره اللي بيكشفوا بيها، لو معلومه متوفره عندك جي او جي، بتعملي ايه؟ بتاخدي من الخليط ده، بتاخدي من الخليط ده بمعلقه والباكت زي ما هو كده، بتروحي واخده وتتحطي من الخليط ده في قلب الباكت، وتروحي حاطه العصايه بتاعت الايس كريم على طول وتفرجيها كده، وتخلي كله يتجانس مع بعضه وتحطيها في الفريزر. تقفلي طبعا من هنا كويس كده بايديكي، وطبعا العصايه هتبقى من هنا، والجي هتبقى الستيك بتاع الاوريو، هتبقى جميله جدا. وحطيها في الفريزر تاخد وقتها تتجمد، وتطلعي تاكلي ايس كريم ما تعبتيش في حاجه. بتحطي بس الخليط اللي هو ده حطيه هنا وخلاص. طبعا عشان انا ما عنديش العصايه فهعمل ايه؟ الايس كريم هنزل طبعا بالاوريو اللي انا ضربته كويس، تنزلي بالاوريو وتضربي كويس لغايه ما يتخلط كله مع بعض. انا حطيت اتنين بيكون، حط البيكو التالت فيكي كده كويس لحد ما البسكوت الاوريو كله يتداخل مع الكريمه واللبن المكثف والفانيليا. تنزلي الجنيب وتخفكي عشان كله يتجانس مع بعض. وكده شكل الايس كريم بتاعنا. ده شكل الايس كريم بتاعنا، مش محتاج طبعا لا سكر ولا اي حاجه، لان اللبن المكثف محلى يعني فيه سكر حلو وسكره كويس، واحنا محلينه كويس حاطين كمية السكر بتاعته مظبوطة، والاوريو برضو مسكر، والكريمة منحطلهاش حاجة خالص ولا أي حاجة. ده كده الأيس كريم بتاعنا. بتنزليه طبعا في علبة التلاجة الأول اللي عندك متوفر، حطيه أنا هحطه هنا وده، حطيه في الفريزر زي ما احنا شايفين قوامه، وهو ده قوام اللي احنا عايزينه. طعمه جميل جدا طبعا، لما يجمد هيبان اكتر. وده كان الايس كريم بتاعنا اللي هو الاوريو، جربوه ان شاء الله يعجبكم. مش كده عملتش ايس كريم اوريو في بيتك وضمناه، وعارفه عملتش ايه؟ مكونات عندك من البيت متوفره. ده شكل الايس كريم ان شاء الله اما يجمد هاجي اوريه لكم طبعا ان شاء الله. بنمطشيه كويس، بنشيله في الفريزر حوالي 3 4 ساعات كده، وهاجي افضي قدامكم. واجي ايس كريم الاوريو بتاعنا بعد ما قعد 4 ساعات في الثلاجه، ده شكله شايفين حتت الاوريو باينه فيه، وكان عايز يجمد اكتر. نحطه طبعا زي ما احنا شايفين كده، شكله حلو جدا وطعمه احلى طبعا. كل ما يسقع بيبقى طعمه احلى من كده، ويبقى مسك شويه زي ما احنا شايفين. انا عندي صوص ايس كريم مانجا،
طبعا انا عندي بسكوت هنا ممكن اعملها صوص الاوريو ايس كريم الاوريو. طعمها جميل جدا. انا عندي هنا ايس كريم مانجا عملته برضه النهارده. هو طبعا ده لونها فاتح اللي كنت عاملاه قبل كده. بياخد كده ده شكله يبقى ايس كريم اوريو وعلى مانجا تيل زي ما احنا شايفين. الاتنين طعمهم احلى من بعض. اتمنى يعجبكم. الاوريو والمانجا والاوريو هم الاثنين خطير. الاوريو مع المانجا يعني طعم عسل بصراحه. طعم روعه روعه. جربوها ان شاء الله تعجبكم. الاوريو كمان جميل قوي قوي قوي. اللبن المكثف مع الكريمه الحلوينيه طعمها خطير قوي. جربت الطريقة تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا كومنت ولايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوريو مع المانجا طعم خرافة.